وحمانتن لصوب وقتي يوراشين الزمزم أو أوكنتي قبل الأركي سان حسن بولا علي أو أنكوها يو ماشان إلا مدش السنة أو إجو كلمة سنجرين أي أوكنتي لبس يوم حي هالعبتان يبسكت كان الأركي سان أنت أسوأ أودي وين دق ماذا إن أي أوكن أنا مساكين تان وأنت أسوأ كجرت ما أنت أنا وما هد علينا باقشلي أي نصب بقدين والله العظيم حسن ما أنت وح أنس يا وعي أوي تجمدي أوي قدومي هتجمد أوي أري ما هقولشدي أوي دقجون ما حينو وايو وراشي اللي قام زمزم أو أهم عارك تسحب في أجر قيسة أيا ما أنت مسكين تنصب بقدي أوكي أنت أيوة باهر بسكت degmada waxa ay la siisan malaha ila haddartan waxna soo booqday halkan waa xarunta lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka xareed triangle ayay u yaqaanaan dadka deegaanka goobtan waxa ku sugan dhalinyaro siyaabo kala duwan oo ugu dhacay xanuunka dhimirka ma jirto cid daba taagan oo ehelkooda ah kuwaas oo keenaya adeegyada ay u baahan yihiin dhinacayga midiga waxaa taagan xasna buule oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xilligii dagaalkii 77 ayay ku waalatay kadib markii dawladda Itoobiya ay gacanta u gashay xasno ma jiro cid ehel ah oo ka warqaba waxay muddo badan ku layacnaan jirtay gudaha degmada Balad Xaawo Allaha u naxariista gudoomiye hore oo Seebe ayaa goobtani ku soo xareeyay waxana uu ahaa aabihii dhaqaaleyn jiray balse waa u geeriyooday xasno adeegan adiga iskale ma arkaysaa أنا أسكر أديجن أنا كيمي إن حسنا بولا وعجبة إما إن حسنا وحي كم تهاي من الترجي هراء الصومالية كان كانوا حوا الدرع حسنا يا كان هو الدرع حسنا هو كان هو أديجا أسكر كان هو كبيه قرحة أكحر نيسي وح كبا ما قبتني يا حسنا كبا ملهد حراك كبا هن إن كل بسيا xerada dhexdeeda hata ku joog aan kabaha madiga iskale dhagaxaan iyo qoraxdan ka xiro yaa xasno taas sadar dad dad maalay yaa wadaa sadar xasno waa gabadheeni aan kabahan dhagaxaan ay ku socotaa dhagaxa ku qaba asad xasno dhagaxaas ay ku socotaa aan xaq u ma lahan حسنا وحي سيدم أمقطي قرنك صومالي أيضا الدفاع عيسو أن هو أسكرتي من الترجة حوق دلك صوماليات بي كميتهاي حسنا وحي سيدم أمقطي دقالكي 77 أن حسنا وقبادة يما أن حسنا كرو استاك كرو استاك حسنا قبر يرى تشك تشك اسكريك يا أيضا قطرة أسد كاميرا دي كده سيدم عنو هو يمابي وان اقول بيسا يا عمر كان اقول بيسان كاميرا ده كو علين دورا ان شاء الله بالكريم وما هد علين اي باقشي ده اي نصف باقدين اي لم انتهي ايقو وحناك يعني ان مساكين تا ماشا كو حريسان اي نمر بارك الله لقى عبصده الله سبحانه وتعالى لقى عبصده مساكين تا هل صف باقدو عصي اي ايقا تهي ولا شيء زمزم وهم هد علينا جوجان او كانتي جوجان كله قف كان أوكيان مجرته ما أنت آخر إلهي سبحانه وتعالى ميزان كذا الله أوكبه حريرك الجنة الله أو بدله ولا شر وما سنتهي قف وربوا أرنتان مقرنة حسنة شن سنة أيان هاي وحان ربها جهدي فربنا وان جلي ما أنت لو حجعل هاي إن قف أهل حتى إلا ونجو والله مركزاس هداي تهي وإن وحلا يقصيا ليقصوا بوضع degmada maamulka kul dhamaan ee masaakiinta meel walba ay joogaan dal iyo dibid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inna hadda waxaan joognaa xaruntii dr xabeeb ee degmada Balad Xaawo xasna waa hooyadii xogga dalka Soomaaliyeed ay kamid ahaan jirtay markasta waan u imaadaa dhar baan u keenaa waan xariiriyaa maanta oo arkaysiin gabar Mareykanka joogta walaasheen ah ruqya aadan oo dadkii hore ila caawin jirtay ayaa waxay dhahday in dharkan anaa u gadaya iidan
قال الله سيه إن واكن وذات كي وحي جبر أس جبر كلا أسود لي بتلعب بقل دولار أه إن أنت بنك بريء عرفاه أه قيس أن دبك وش ذا طبعاً دولار أيه عن كبد العبية طبعاً كان دولار هلي بقى وصل كذا يسوي ليش هاد وحنا نقنع إن لبك كيلو يبر هلي أنا كعجبت دي العك تاري إن كبد العبية رقية أيه وصل لي بتسدم دولار أو نرى وكاسا ويا قبطان وقال كان دولار جبر بسوي دي بتي وحدون يسمعه أري أه والحياه ان واجب حيو ما دام اي واجب كنا قطاي ان بري وحن سمينا ان ما نكي لغارو سغالك اي تهي ان نافك او كينو بقولكي دولار ما وكاسا ان مركا حدو الهي يراهدو مدحوينها مستقبلك ايا الى جوغا او ساكا الى سو بوقدي اسغنا و خو كيرهدو اركينا رحيم السلام عليكم دمان امده الصوماليه ميل كاستو عالم كجوغتان وهالكان وحوي حرمت دمرك دمر بلحاو وهذا عرقتان فجأة كذا شيء ذا تاجر فجأة دمر بويليهين ترى ذا كنت كم يرو وهذا ذا وين وآه إحراليال دار بروفيسن وحن عطسنا هنا تذكر وأنا جعل سوماليات إسلام ماذا الكو انتهي ونحرس تبلاه أو هري أنا كذا برهن نحرس تايده madama ay yihiin dad xaaladoodi oo liidato waajibna ay tahay qof kasta inuu karo inuu wax ku bixiyo aan ilaahayna wax badan looga heli doono haddii ilaahay yiraado marka waxaan codsanaynaa hadaan nahay wax garadka degmada balaxaawo in dadkan maatada ah cid kasta oo wax ku tar karto acti gabadhi aan bixinayay in waxa arkaysiin hooyadan waa hooyo Soomaaliyeed oo agoon haysata aqal horigan bay ku jirtaa ama aqal Soomaali nin fasil u yaqaano gabadhay walaashayn ahayd lacagteedi ayaan siinaynaa waxay noqonaysa qofkii afraad in hooyo lacagtan hoo gabar Soomaaliyeed oo Mareykanka joogta oo aniga hadda aan aqoonin ayaa gabar kale u soo wakiil qabtay waxaan doonayaa inay ICC 10 ka bari oo arrafada ah ala qoys 10 dollar waxaan tagnaan la adahay bal qoma had cilmi qofku ku soo diibay waxaan ka codsanaysaa dadka Soomaaliyeed oo dibadda jira daa Soomaaliyeed ee jira waxaan ka codsanayaa in la i garab qabto wixii la heli karo jisa kallaa oo qeyr allah qeyr ka sii gabadhaas oo ku maansan tahay ajir iyo xasanaad aan la koobi karin allah ka sii dadkii walaalaha u soo wakiilatayna waa la soo gaarsiiyay hooyadan waa hooyo hata tagnaan la way gariireysaa in aan ku sii dheereeyo hadalka ma doonayo sokor bay qabtaa in ma shaqaysato aqoon bay haysataa sideed cunug aan garab istaagi doono aan ogaan doono dadkeena dhibaataysan jaaliyada dibadda walaalaha Soomaaliyeed oo naxariista badan waa rajaynayaa sida uga soo jawaabi jirteen videogayga gaaras markaan joogay inaa uga soo jawaabi doontiin hadeertaan oo ila caawin doontiin kuwan dhibaataysan waa mahadsan tihiin sana dalkeena markuu burburay dad baa laf dhabar u ahaa dad baa dadkeena garab taagnaa kuwa daalin baa jira dulqaad badan la baa jira dadka caawiya jira oo istaagay baa jira burburkii dalkeeni dhibaatadii timaadana marna aan ka seexan baa jira kuwa taagan baa jira seexanaynin baa jira dibadaha jiraano kuwa baahano dalka hooyo joogaan wixii ay shaqaystaan u huraya baa jira jaaliyada dibadda Soomaaliyeed waxay ku amaanan yihiin 30 sano ma daalin ma caajisin dhibkii dalkeena iyo dadkeena ku dhacay way garab istaagnaayeen waxaan rajaynayaa inaan kuwan oo garab taagnaan doontiin